خليني اسالك انت بقى نفس السؤال. انا زي اللي حسام قاله بالظبط، انا موجود في النادي الاهلي، وزي ما قلت حضرتك النادي الاهلي ده بيتي، لكن اول ما النادي الاهلي يقول لي مع السلامه يا عماد انا مش عايزك، هدور على مستقبلي في الحاله دي، اشوف ايه الاختيارات اللي قدامي وايه المتاح. لو جات لي فرصه ان انا اكون بره مصر هيبقى ده الحل الاحسن والانسب بالنسبه لي. لو ما فيش حاجه بره مصر هشوف النادي الاكبر والنادي اللي بينافس على بطولات وهروح له، لان انا من صغري متعود ان انا افوز ببطولات وبلعب في نادي اكبر نادي في افريقيا، سواء من ناحيه البطولات او من ناحيه الجماهيريه. دائما وابدا دائما وابدا ميدو بيشيد بيك، يعني يعني ده انا بتكلم في الفرد اللي هو الاصعب انه مش موجود في النادي الاهلي، هتبقى مبسوط ان انت مع ميدو؟ انا طول عمري يعني بحترم ميدو من ناحيه الناحيه الاحترافيه، لان هو راجل مشرفنا بره مصر وفي مصر من ناحيه الاحتراف، واسمه كبير جدا بره. نعم. وكمدرب هو ماشي بشكل كويس مع نادي الزمالك، وبيحاول يعني يجرب حاجات جديده في من وجهه نظره. يعني انا اتمنى، كنت بتمنى ان انا اكون بلعب معاه في الملعب ولعبنا مع بعض، ويمكن عملنا حاجات كويسه، يمكن الظروف ما ساعدتناش ان احنا نلعب مع بعض كتير، وشيء طبيعي يعني. يعني انا موجود في النادي الاهلي، لو حصل اي حاجه غير كده يبقى بنتكلم في النقطه الثانيه بقى كابتن. يبقى بنتكلم في ميدو. نتكلم عماد اشكرك شكرا جزيلا، وتجينا بالسلامه.